اهلا يا اصحاب، اهلا سيمبا للالعاب. ازيكم يا اصحابي؟ اصحابي عاملين ايه؟ الله، فادي وهادي جايين النهارده وشكلهم جايبين لنا لعبه جديده. كل يوم هما اللي يجيبوا لنا لعبه، انا عايزه اجيب لعبه. انت عايزه تجيبي لعبه؟ انت مش عايزه هما اللي يجيبهم؟ اه طب انت عايزه تجيبي لعبه ايه يا ترى؟ لعبه طياره لونها احمر. طياره لونها احمر بس كمان بالريموت. يا طياره لونها احمر وبالريموت كمان؟ عادي، طياره لونها احمر وبالريموت لعبه يعني؟ لا ده حقيقيه. نعم، ازاي يعني؟ هو في طياره حقيقيه لونها احمر؟ مش طياره حقيقيه لونها ابيض؟ ما قاليش دعوه بقى. الله، يعني طياره لونها احمر حقيقيه وكمان بالريموت؟ وفي طياره حقيقيه بالريموت؟ اه. ازاي يعني؟ تا 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 تا. ايه ده؟ ها. اه ايه ده؟ طياره لونها احمر، طياره ركاب حقيقيه لونها احمر بالريموت. يا اصحابي الحقهم. والريموت، شوف الريموت عامل كانه ايه؟ كانك بتسوقي كده، كانك بتسوق عربيه كده. الله، ازاي كده؟ طب استنى كده لما نلف ال اهي يا ست، الطياره لونها ابيض اهي، امال جايبينها لونها احمر ازاي يعني؟ عايز افهم بقى. عايزه لونها احمر. حكوا علينا. انا لما اقول حاجه عايزاها يعني انت عايزاها لونها احمر وهي لونها اصلا ابيض. طب تعالوا كده يا اصحابي لما نفتح كده لما نشوف. فادي وهادي اصلا جابوها لي. هما اللي جابوها لك ولا انت اللي جبتيها دلوقتي؟ هما جابوها لي. الله، هنشيل العلبه. ده بالريموت فعلا. ريموت ده ليه؟ الريموت جميل. الله، طياره ركاب لونها احمر. الله، حلوه قوي. ايه ده؟ بصي. نعم، ده السلك بتاع الريموت اهو. ثانيه واحده اهو. اهو استني بس نعدله كده. اهو. ايه ده؟ شكلها تحفه. بس استني كده ثانيه واحده. الله، ده جميله قوي. ايه ده؟ ايه؟ ايه ده؟ فيها حاجه ناقصه صح؟ اه. اه الجزء ده. استني استني. ده اسمه ايه ده؟ ده اسمه ايه؟ الديل بتاعها. لا مش الديل، ما هو ده كل ده الديل، دي اسم دي الدفه، اسمها الدفه. دفه حبيبتي. بصي تتعمل كده، تركب كده يا اصحابي. خلاص ركبت اهيت. الله، ده حلوه قوي، طياره حقيقيه لونها احمر. طب ازاي كده؟ طب استنى نشوف الريموت بتاعها كده. الله، ايه ده؟ ده شكله حلو قوي. ايه الريموت ده؟ شكله غريب وشكله جميل، جميل قوي. ده ايه ده؟ كده بصي، بيب 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 تسوي كده. هي مش شغاله ليه؟ عشان حجاره. حجاره؟ اه صدقني انا نسيت. استنى نشيل الريموت ده كده. هنجيب لها حجاره بقى. طب هي هتفتكري عايزه حجاره قد ايه؟ بص، الطياره ليه حجاره ثلاثه. ثلاثه؟ ماشي. والريموت كام؟ اثنين. اثنين؟ طب استنى كده. لا الطياره صغيره اهي. ده شو ده؟ حجر واحد ده ولا ايه؟ ولا اه ده الحجاره اهي. ده اثنين. هي شكلها بتاخد اثنين اهي. لا اتنين يا ستي. طب استنى كده لما نفتح. استنى، لا انا بقى بقول اتنين عشان هي صغيره خالص اهي. هنفتح كده ونشوف. احنا قلنا المفك ماله؟ محدش من الصغيرين يمسكه. محدش من الصغيرين يمسك المفك يا اصحابي. بابا او ماما بس. ثانيه واحده بس لما افتح ال اه دي كده يعني. ده انا كنت فاكرهم اتنين، طلعوا ثلاثه. ده في حجر مستخبي جوه تحت. الله، انت عرفتي الكلام ده منين؟ يعني احنا بنحط الحجر الاولاني ده اللي تحت ده واحد، وبعد كده اتنين، وبعد كده ثلاثة، يعني اتنين جنب بعض وواحد وراهم. ده انا كنت عشان اه انا شفت الاتنين اللي في الاول الحتة دي رفيعة كده، قلت ده بتاخد اتنين بس. ينفع كده يا اصحابي؟ طيب. طب خلاص، هاتي الريموت اما اشوف هياخد كام حجر. اه هي البتاع الرفيعة دي ممكن اتنين. اه ولا في حجر برضو ورا البتاع. استنى انا قفلتش المسمار ده. ثانية واحدة، نقفل المسمار ده يا أصحابي. في إيه؟ خلاص. استنى أما نقفل المسمار ده. استنى مش راضي يتقفل ليه؟ ثانية واحدة. أهو. خلاص. ركبنا خلاص المسمار ده. تعالوا بقى نشوف بقى الريموت ده بياخد كام حجر. عارفة لو طلعت مش اتنين هتبقي أنت خسرانة، أنا اللي كسبان. استنى لما أشوف. شكله هيطلع أكتر. ايه ده؟ ده اتنين بس. ليه بقى مفيش حجر تحت بقى؟ الله، ينفع كده؟ انت الكسبانه يعني. واحد، اتنين، تلاتة. تلاتة ايه؟ اتنين بس. تلاتة. لا اتنين بس. انت شو سائلة؟ انت حكي عليا. ثواني بقى يا اصحابي لما نقفل المسمار ده كمان عشان نجرب الطيارة الجميلة دي.
بس تفتكروا الطياره دي هتمشي اصلا ولا مش هتمشي؟ انا امشيها. انت هتمشيها؟ طب استنى نشوف بتمشي ازاي. انا الركاب بتاعها ما بتمشيش اصلا. الزرار، افتح الزرار كده. الزرار هو في الاصل. ده بتمشي. ايه ده؟ استنى 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 بس يا طياره، بس يا طياره، بس استنى كده. هي بترجع ورا ولا ايه؟ عشان انت بتضغط على الصبص. هفهمك. ده بيرجع لورا وده بيطلع لورا. طب اعملي كده. طب استنى. قدام اهو صح. يعني ده اللي لورا. استنى كده. ده بقى بيعمل ايه؟ ده بيعمل ايه؟ ده منظر بس. استنى كده. ده زي الزراير. ده بيلف. ده لما تضغطي كده يلف كده ويلف كده. طب استني يعني ثانيه واحده بس. استني، شفتي الالوان الجميله دي؟ اتنور احمر وازرق واخضر. طب انا لسه ما وريتش على اصحابنا بتمشي ازاي. ايه ده؟ الطياره دي ايه ده؟ دخلت في هادي الحقي. استنى، ايه الطياره الجميله دي؟ استني ثانيه واحده. بصي يا اصحابي، الزرار ده بيطلع لقدام وده بيرجع لورا وكده يخليها تلف كده. لا بيطلع لقدام. ده قدامه ورا برضه. استني ولا ايه؟ صح؟ كده يعني قدام ورا برضه، بس ايه، كان بدل الزراير دي يعني. طب هات ده. بس ده يعني ده قدام ورا وهما بيلفهم كده او كده. يعني شفتي هي لفت ازاي؟ اعملي كده، اعملي كده قدام ورا. شفتي لفت ازاي؟ بيطلعها ويلففها كمان. حلوه حلوه الحركه دي. استني يا طياره، ايه الطياره المجنونه دي؟ بتجري ازاي؟ هاتي تعالي تعالي هنا بس. استني، الله، ده طياره ركاب جميله قوي. فاكره مش احنا كنا جبنا طياره؟ ايه ده، سابتني ومشت. تعالي يا طياره هنا. انا هفضل ماسكها كده عشان ما تجريش مني، وهطلعها في الهواء كده. مش احنا كنا جبنا طياره ركاب قبل كده لونها ابيض كبيره اكبر من دي؟ ادي دي مرتين كده بس كانت حقيقيه برضه ولونها ابيض، فاكرها؟ بس الست دي مش هتمشي. لا لا، عشان يبقى هتضحك عليا. مش هتمشي بجد؟ مش هتمشي؟ طيب تبقى هنا ماشي. ما تمشيش بقى طياره. ماشي. الله، برضه. طب انا هحاول امسكها. ثانيه واحده بقى. بصوا بقى يا اصحابي. الله. ايه ده؟ طب انا هحط ايدي قدامها عشان ما امسكها. طب بصوا بقى، انا هحط ثانيه واحده، هحط ايدي كده عشان ما تعرفش تطلع على ايدي. هحط ايدي كده. لا لا لا، مش هتعرف تطلع على ايدي. ايه ده؟ ايه ده؟ استني يا طياره، رايحه فين؟ طب بصي بقى، انا هعمل حركه كده. ايه، مش هتعرفي تمشيها. لا لا لا، هي مش هتمشي اصلا عشان هي مش على العجل. العجل مش لامس الارض اصلا. استني بس، حلوه قوي 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 قوي. هاتيها هنا كده بس. كفايه بقى، نقفل نقفل الزرار. استني بس، هنشوف هتعجب اصحابنا ولا. هاتي الريموت كده، هاتي الريموت. بس الريموت بتاعها لونه جميل قوي. عايز العب بيها. يعني الطياره لونها احمر، انا هجيبها لك اهي. الطياره لونها احمر والريموت كمان لونه احمر. ده تحفه الطياره دي، حلوه قوي قوي. تصدقي ان هي احلى من اي طياره جبناها قبل كده؟ انت عارفه الطياره دي عايزه مكان كبير ومفتوح. طبعا احنا مش هنعرف نجيب في الفيديو النهارده المشاية مسافات كبيره يعني، لان الترابيزه صغيره. هي عايزه مكان كبير تمشيها بقى كتير براحتك، تفضلي تجري وراها بقى بالريموت كده وتمشيها. ماشي، لو عارفه بقى، لو مثلا طفل صغير او عندك قطه، لو في قطه وخليتيها بقى تقف ورا الطياره وطلعت تجري، هتقعد تجري وراها، تفتكرها حاجه عايزه تمسكها. واخده بالك انت؟ ده كده هتطلع فوق. استني. ده كده عايز تطلع فوق. هتطير ولا ايه دي؟ الله. انا مش عارفه تطلع. ده على فكره، على فكره الزراير دي بتخليها تلف، يعني دول زي دول بالظبط. ده بيطلعها يرجعها لورا وتلف، وده بيطلعها لقدام وتلف. خليها بقى تمشي. تمشي؟ تعملي فيها نفس الحركه اللي انا عملتها فيكي؟ ينفع كده؟ شفتي يا اصحابي؟ طب حطيها كده لو سمحتي. ماشي، بس بصي ما تخليهاش تضحك عليا وتسيبني وتجري. ماشي ماشي، انا هروح امسك. الله، ينفع كده؟ مسكتها. لا لا لا، ايه ده؟ ما تزحلقش من ايدي. طب هاتي كده، شوف انا بقى ماسكها كده، مش هتعرفي تطلعيها لقدام. ايه ده؟ ده انت رجعتها لورا. ايه ده؟ ده وقعت هادي. استني استني.
ايه ده هادي وقع تاني. ايه رايحة توقع فادي كمان ولا ايه؟ اعدلي هادي اعدلي تعالى هادي تعالى هادي اعدلي هادي ده خدته ومشيت يا اصحابي. هات 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 لا هادي الطيارة مش هتلي هادي. اقف يا هادي هنا لو سمحت. يلا ها هادي الطيارة هنا كده يلا عشان عايز امسكها اصلا امسكها اصلا الطيارة المجنونة دي مسكتها. لا لا ايه ده؟ ده اتزحلقت من ايدي برضه بتشد نفسها من ايدي وتجري. لا انا مش عارف امسكها بقى يعني ينفع كده يا اصحابي. ها امسكها بايدي الاثنين. استنى استنى مسكتها. لا 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 بصوا يا اصحابي ماسكها ازاي؟ اهي اهدى وقعت على الارض. استنوا يا اصحاب استنوا يا اصحاب استنوا عشان وقعت على الارض. استني الله ها هتيجي عين هتيجي امسك مسكتها. بس الوانها جميله قوي شفتوا بتنور منين؟ هو ده ما بيتفتحش الشباك ده؟ ده اللي عمو الطيار بيركب منه ولا ايه؟ لا ده بيركب من الباب. عمو الطيار بيركب من اللي هو بص من الشبابيك دي. الله بس جميله قوي. ايه الله بتعمل موسيقى جميله قوي. شفتي لما بتيجي تمشي وهي واقفه بتعمل اصوات. ايه ده؟ استنى بس وهي واقفه بتعمل اصوات كده عامله كده انما لما بتيجي تمشي بتطلع صوت تاني كده. الله وبعدين بقى في الطياره المجنونه دي بقى مش عارفه امسكها ينفع كده؟ يلا يا طياره. الله استنى بس تعالي هنا تعالي هنا يا طياره تعالي 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 لو سمحت. ايوه يا جت اهي شاطره الطياره دي شاطره وبتسمع الكلام شاطره. الله ينفع كده. انت عارفه الاريا اللي فوق ده ده لازمته ايه؟ ده عشان الطياره يخليها تمشي لو الريموت يعني مسافه بعيده انت واقفه مكان بعيد قوي والطياره كده تخليها تمشي تجيب مسافات بعيده تلقط يعني انما لو ما فيش الاريا بتلاقي مسافه صغيره يعني وكده فهمتي؟ مش هتعرفي تاخديها من ايدي. الله وبعدين بقى جت اهي جت تاني. لا 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 الله ده بتشد نفسها مني برضه مفيش فايده. طب بقول لك ايه تعالى نركب هادي او فادي بقى على الطياره كده ماشي وقعيهم. طب استني بس لما نخليهم يركبوا حلو الاول ماشي. انا عايز فادي او هادي يركبوا حلو الاول عشان ما يقعوش يركبوا حلو امسكوا حلو اوعى تقع يا هادي. يلا اهو يلا مشيها كده. ها يلا يلا تعالى يا هادي شاطر. هادي ما بيقعش شاطر ازاي شاطر ازاي؟ لا هي عشان خبطت هنا. لا ثانية واحدة بقى. لا انت بتخبطيه عايزة توقعي ما تخبطيهوش من غير ما تخبطيه. ها لا انت اتخبطت 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 وقع عشان اتخبطت. هاتي هنا كده. الله لا تعالى يا هادي استني بقى استني ما اركبه حلو نجيب هادي كمان يقعد معاه. هي تقدر تمشي بالاثنين ولا ما تقدرش؟ متأكدة؟ طب استنوا يا اصحابي كده لما نعدل هادي كده. هاتي فادي فادي بقى يقعد وراه هنا. عايزين يسافروا عايزين يسافروا بالطياره يركبوا فوقيها عشان يسافروا يركبوا فوق الطياره كده. ماما النوم راكبين جوه يعني كانهم جوه ماشي خلاص. استنى يعني هو واحد يقعد التاني يقع ولا ايه؟ امسكوا نفسكم يا اولاد بقى يلا يلا. ها بس ما تخبطيش جامد. وقعوا من الاثنين وقعوا وقعوا من على الطياره. هي قدرت تمشي بيهم بس هم وقعوا هم اللي خايبين بس هي طياره شاطره. استني كده خلي هادي اللي يقعد قدام هنا. يلا هادي اقعد كده. ده مشت من تحته مشت من تحته وسابته يقع. هو فادي لما كان لوحده كان شاطر وكان عارف يقعد كويس. استني اهو شاطر اهو. يلا اوعى تقع يا هادي يلا. يلا روحي بقى انت جاي لي ليه يا طياره؟ امشي من امشي من هنا امشي من هنا. يلا الطياره الرخمه دي امشي يا رخمه. لا طب ها يلا ها همسكها بقى من قدام. رجعت لورا. يلا ها انا بقى خليها استناها لما تيجي. يلا خليها ده مشت برضه. تعالى يا فادي هادي ما بيوقعش على فكره شاطر. شفتي هادي بيمسك جامد شاطر ازاي؟ استنى بس يا هادي اوعى تقع. الله طب تيجي بقى نلعب اللعبه بتاعتنا اللي هي نخلي هادي وفادي يحاولوا يمسكوها. ماشي انا مساعدها. هيقعد هنا يقعد كده بس هيمسكوها ازاي دي؟ طياره كبيره صح؟ طياره كبيره مش هتعرف يعني هي تيجي من هنا مش هيعرفوا يمسكوها عشان هي كبيره. يلا واحد اتنين تلاته. خبطوا برضو. طب ثاني ثاني يا اصحاب ثانية واحدة لما نشوف واحد اتنين. لا انت طلعتي قبل ما اقول تلاتة اصلا ضحكت عليا. تاني يلا واحد اتنين تلاتة. الله ده برضه خبط.
الحق استني 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 ده فادي عليه وجعته. معلش يا فادي معلش معلش. يلا 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 كمان كمان. واحد اتنين تلاتة. رجلي رجله رجله دست على رجله. ترى دست على رجله. معلش 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 يا هادي. معلش دست على رجله جامد. يلا كمان مرة هاتيها هنا. يلا تقعد هنا. يلا واحد اتنين تلاتة. دماغه اتخبطت. استني استني معلش معلش يا هادي معلش. لا هما تعبوا بقى عايزين ياخدوا نفسهم. خليهم يرتاحوا شويه عشان هما تعبوا. يلا هتهرب من هنا. هما عايزين يرتاحوا. بصي بقى انا هعمل لك حركه بقى دلوقتي. هخلي الاثنين يقعدوا كده ما يخلوهاش تعدي. لا 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 ثانيه واحده مش هتعرفوا يعدوا من ايه ده. ايه ده وقعت هادي وقعت فادي. ايه ده. طب انا هقعده تاني بقى. عارفه لو جيت هنا هيمسكك. لو جيت هنا ترى هيمسكوك. يلا. هي ما عرفتش تعدي. لا لا لا. انا عايز اشوفي عايزه تعدي من الحته الفاضيه بس مش هتعرف تعدي برضو. هجيب فتحات كده اهو. لا 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 يا معلم. لا اضحكي عليها عشان تعدي الطياره. لا 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 لو جت كده او كده. طب يلا بس خش. يلا عامل عادي كده. ها اما نشوف. ها واحد اتنين تلاته. ده زقته زقته زقته. ارجعي تعالى امسك الطياره دي امسك الطياره دي. جبانه جرت خوافه. يلا. ايه ده شفتي عملت ازاي بعدتهم عن بعض ازاي. يلا 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 يلا. ها هيقفوا تاني مش هتعرف تبعدهم عن بعض. ايه ده ده وقعت ومشت. امسك الطياره دي. لا امسك الطياره دي. برضو قاعد فادي ينفع كده. هي كل شويه توقع لنا حد ولا ايه. الطياره دي ايه مسكوها. ايه ده ما لحقوش يمسكوها برضو. شوفي عملت ايه. وبعدين بقى في الطياره دي. وقعت هادي. الله 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 الله. ادي وقع يا اصحابي. بس بقى بس 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 خلاص هما يرتاحوا بقى. الطياره ترتاح كمان عشان هي تعبت خالص تعبت خالص. يلا حط الريموت هنا. هما بقى ايه عايزين يتحدوا الطياره دي. ده خلاص تعبتهم خالص. شوفي قعدوا عرقوا خالص ازاي وتعبهم. ينفع كده. طب انا عايزه العب مره كمان. طيب ماشي تعالي نلعب مره كمان. هتلعبي بالريموت انت يعني. طيب ماشي تعالوا. طب فادي وهادي هيفضلوا قاعدين كده ولا نغير بقى نلعب لعبه ثانيه. نلعب ايه يا ترى. هقول لك على حاجه. مش انت دلوقتي الطياره دي قويه تقدر تزق هادي لوحده او فادي لوحده. انا هخليهم يقفوا الاثنين ورا بعض كده عشان ما تقدريش تزقيهم. ايه رايك. هنشوف بقى. يلا وريني كده. شوفي يا اصحابي بقى هتقدر تزقهم ولا لا. يلا وريني كده. ها يلا يا طياره. ايه ده تزقتهم شويه صغيرين. ما زقتهمش جامد. هي هتعرف تزقهم شويه صغيرين ولا جامد. نعدلهم تاني اهو. اي ده جامد. مش قادر مش قادر. حاولي كذا مره كذا مره كذا مره. ها كذا مره كذا مره كذا. مشت سابتهم ومشت. يلا يلا. تزقت فادي من قدام هادي ازاي. ها خلاها ما تلفش قوي يعني. ها يلا يلا ارجعي ارجعي شويه قومي طالعه جامد. يلا. ها زقت هادي كمان عماله تزق فيهم. ده زقتهم خالص بعيد خالص يا اصحاب. ايه ده ايه ده. ده طياره ذكيه قوي. عرفت ان هي مش هتقدر تزق الاثنين مع بعض. ما بقت تزق كل واحد لوحده صح. طب استني كده استني يا طياره. خديها عندك كده لما نشوف بقى. نحاول مره كمان هنشوف بقى ايه هتقدر ولا لا. يلا. ها زقتهم شويه. ها بتزق فادي لوحده يعني ولا ايه. ها كمان مره. ارجعي 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 ارجعي. شوفي زقوا بالجناح ازاي. ايه ده. ها يلا وريني. ها ده زقت ده لوحده وده لوحده. بصوا يا اصحابي عملت ايه. وزقتهم بعدتهم كتير. ايه ده اللي طلعها فوق ايدي دي. انزلي لو سمحت. طب بقول لك ايه خلي هادي اللي يقعد الاول ماشي وبعدين فادي وراه. هنجرب مره مره بس كده وبعدين نشوف نعمل حاجه ثانيه. يلا. ها يلا وريني هتقدر ولا مش هتقدر. جامد 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 جامد. ها عمال ازق فيهم الاثنين مع بعض. ايه ده. يلا يلا يا طياره. ها انت كنت عايزه تقولي ايه. كنت عايزه تعملي حاجه. عايزه تعملي ايه. ده لوحده. خليه لوحده. ما هو لوحده هتقدر تزقه. لا بقى. طيب ماشي خليه لوحده اهو. يلا ده بعيد اهو. يلا هنشوف. يلا واحد اتنين تلاته. ايه ده زقته ومشت. لف ازاي. ده هو بيتزق لوحده. طب تعالي نجيب فادي بقى. تعالي اطلع يا هادي انت. نجيب فادي بقى هنا. يلا ارجعي لورا. ها اما نشوف بقى هتقدر ولا لا. ده زقته خدته معاها ومشيت. خدته معاها خلاص يا طياره. عرفنا ان انت بتعمل ده. شدته كمان الطياره الغريبه دي. استني بس رايحه فين انت لو سمحتي. يلا روحي روحي. يلا هناك روحي.
يلا نادل هادي كده فادي كده لازم الله انا لسه عادله دلوقتي هتوقعهولي يعني طب ايه يلا بقى عشان ما تعرفش تمشي خالص الله وبعدين بقى هاتي لي هادي هنا كده لو سمحتي بس انا احط بقى الاثنين كده اهو يلا الله ايه ده ايه يا طياره انت امشي من هنا لو سمحت لو سمحتي روحي بقى روحي بيتكم يلا لو سمحتي يلا على بيتكم يلا ها بس الله ولا كل بعد حد توقعوني دي ولا ايه بس بقى بس بقى هما يقعدوا يتكلموا الله ينفع يلا اتفضلي من هنا هيقعدوا يتكلموا مع بعض بقى استني شويه استني شويه بس اما اظبطهم كده عشان هما يقعدوا يتكلموا مع بعض عايزين يتكلموا فادي بيقول له ازيك عامل ايه وكده يعني ها الله ده لف وشه ازاي ينفع كده طب استني استني طب هادي اللي يقعد هنا وفادي يقعد هنا يلا ها اتفضلي يا فادي روحي عند بيتكم يلا ها وشوفوا قاعدين يتكلموا مع بعض اصحاب ازاي ايه ده ايه ده عايز تعمل ايه ده عايز تعدي من ما بينهم دي ولا ايه ينفع كده يلا من هنا طب بقول لك ايه بقول لك ايه هنقول ايه دلوقتي لاصحابنا اشتركوا معانا في القناه يا اصحابي حتى كده اشتركوا معانا في القناه يا اصحابي ما تنسوش تكتبوا لنا في التعليقات الطياره الجميله دي عجبتكم ولا لا تعجب يلف ازاي وما تنسوش يا اصحابي تبعتوا الفيديو الجميل ده لكل اصحابكم عشان يشوفوه وطبعا يا اصحابي هتشوفوا فيديوهاتنا الجميله اللي فاتت عندنا العاب حلوه قوي 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 عندنا طيارات جميله وعندنا العاب كتيره حلوه قوي 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 وكمان يا اصحابي ما تنسوش تضغطوا على علامه القناه استني يا طياره علامه القناه دي ثانيه واحده كده بقى علامه استني بس علامه دي هتلاقوها محطوطه هنا اضغطوا عليها عشان تشتركوا معانا لو سمحت يا طياره ماشي وكمان هتلاقوا علامه الجرس تحت الفيديو اضغطوا عليه عشان اي فيديو جديد نعمله يقول لكم الله يقول لكم ان قناه سيمبا عملت فيديوهات جديده استني بس طب هما ممكن لو عجبهم الفيديو يعملوا ايه تحت الفيديو اعملوا لايك تحت الفيديو يا اصحابي ويعملوا سبسكرايب كمان هيضغطوا على اشتراك او سبسكرايب من تحت الفيديو لو مش عايزين يضغطوا على العلامه دي يعني هنا ممكن يضغطوا تحت الفيديو على اشتراك بس بقى بس يا طياره بقى الله بس بقى يلا من هنا يلا من هنا لو سمحت يلا روح عند بيتكم يلا يلا مع السلامه ها اوعي تيجي هنا تاني الله وبعدين بقى ايه يلا على البيت يلا مع السلامه ما تجيش هنا تاني يلا بس الله لا بصي بقى الطياره دي اصلا بس خلاص خلاص هي لازم تتقفل عارفه يا طياره لو جيت هنا تاني انت حره بقى ها هحبسك في سجن الطيران يا الله طب تعالي بقى يلا نقول لاصحابنا باي باي على طول الحاجة الطيارات ترقص هيا نشاهد كل جديد يا اصحابي باي الى اللقاء يا اصحاب سيمبا مع السلامة باي طلو برضو ماشي لا نحطه في طبق تاني لا بس حطيهم الاول هنا نحطه في طبق عشان اوريهم لاصحابنا بس وبعد كده هنبقى نشيله مفيش مشكلة ماشي وعندنا حلة اهي الحلة دي ماشي بتتحط هنا كده ها ايه ده انت حطيتي الجيركن الزيت والكاتشب جنب بعض في الحته دي ماشي حطينا الحله والطاسه اهي